قالت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كينيت إن قيمة عمليات الدفع الإلكتروني عبر قنواتها من نقاط بيع وصرافة آلي وإنترنت بلغت 27 مليار دينار كويتي في العام الجاري بنمو نسبته 46%. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الماجد في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية أن خدمات كينيت توسعت لتشمل كل من البنوك المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، إضافة إلى مواكبة استراتيجية دولة الكويت الهادفة للتحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة، حيث تم إطلاق تطبيق الطوابع الإلكترونية بهدف سداد رسوم المعاملات بطريقة سريعة وسهلة بالتعاون مع وزارة المالية.